شكرا معلقنا كابتن مروان صالح. اذا انتهت المباراه نهائي بطوله افريقيا بفوز نادي الزمالك 3-2. هارد لك النادي الاهلي، مبروك نادي الزمالك. برحب بضيوفي طبعا اللي منوريني في الاستوديو، كابتن يوسف عبد الكريم منورنا يا كابتن. الله ينورك. كابتن محمد كتات منورنا. الله يخليك. انا الحقيقه كانت مباراه يعني يا كابتن يعني كانت في ايدينا في الكورت الرابع وكنا قريبين جدا، ولكن دايما انا بقول لا تحتفل حتى الفوز يعني مع صفاره الحكم، ولكن هي دي الرياضه. الحقيقه قدر الله وما شاء فعل. طبعا دي مباراه تليق بسمعه الكره الطايره المصريه، وبتثبت فعلا ان منتخب مصر وصوله لكاس العالم ما جاش من فراغ، كسب كينيا وتاهل بعد سنين طويله جدا، فهي مباراه قويه جدا في كل المهارات الحقيقه، في الضرب الصاحب، في الدفاع عن الملعب، شفنا استقتال عن يعني في الملعب، الكره ما بتنزلش بسهوله. والله كان نفسنا كلنا نفرح النهارده، وبالذات ان احنا في وسط صالتنا في وسط جمهورنا، بس هي الرياضه كده مكسب وخساره. ومبروك لنادي الزمالك، اداء قوي، ويعني هارد لك كابتن ابراهيم، خدنا 3 بطولات الموسم ده، السوبر المصري، يعني كاس الدوري. يعني حتى الهزيمه بتاعت النهارده انت في اخر نقطه في الجيم، يعني الحقيقه يعني انت في اخر نقطه، انت بتلعب برجوله وبتادي يعني بتلعب فولي بول. ايوه بالظبط، هي رياضه كده بيبقى فيها شويه حاجات التركيز، كان لازم نركز اكتر في الشوط الرابع. يعني الشوط الرابع ده حصل فيه بعض المتغيرات في الملعب، تيتيانا راحت في مركز 2، كابتن احمد فتحي ودى مريم متولي قدامها، احنا مصرين ان احنا نرفع لتيتيانا في مركز 2، اتخذ منها كذا بلوك، ندى مرجان حافظت على الارسال بتاعها، طلعت شويه ديفنسات ورا، فكان لازم يعني يبقى فيه توزيع للعبه اكتر من كده، وخاصه ان الاشواط اللي احنا كسبنا فيها تقريبا كان فيه توزيع يعني. واعتماد على دعاء الغباشي وساره امين والضرب السريع. فكل ما ركزنا مع تيتيانا هي البلوك قدامها بيبقى قوي جدا الحقيقه. هارد لك يا كابتن، كان نفسنا نفرح بس دي الرياضه، ودايما احنا متقبلين يعني الحقيقه، يعني زي ما بيقولوا زي ما بنفرح اكيد احنا داعمين لفريقنا واكيد واقفين بجنبه، واكيد بنقول هارد لك يعني لعبوا وخسروا بشرف، وهي دي الرياضه. كابتن محمد رايك ايه على مباراه اليوم؟ والله احنا داخلين المباراه واحنا مجهدين، ماتش امبارح استنفذ قوتنا كتير جدا، وكانت الماتش بتاع الزمالك كانوا هم مريحين في الماتش، والنهارده ضغط كابتن احمد فتحي ان هو يضغط على المحترفه بتاعتنا خلاها ان هي تستقبل في الشوط الاول كتير جدا، واحنا برضو ما راعناش الحته دي وكنا معتمدين عليها بشكل كبير جدا في الشوط الاول. كابتن ابراهيم حاول يتدارك الامر في الشوط الاول بعد ما احنا ما حصلت الخساره لينا، حاول يتدارك الامر وخلى غير المحترفه خلاها تلعب في 2، فبدا ان هو يديها مساحه من الضرب، برضو احنا كنا مركزين عليها جامد، مع اننا لو كنا وزعنا اللعب كان الموضوع كان هيبقى احسن من كده. دخلنا الشوط الثالث كنا ماسكين الامور وخلاص، مقاليد الامور مسكناها وكسبين فرق كبير جدا 25-13. داخل الشوط الرابع انا مستريح، انا المفروض اخلص من الرابع، ما ينفعش ان انا ادي الفرقه صحيه تاني، انا خلاص انا مخلص على الفرقه الشوط الثالث، الشوط الرابع ده لازم اجبس على نفس الفرقه، يعني خلاص انا بخلص بلغه الرياضه بطولة. انا راكب الماتش خلاص بس ما ادهمش، ما افرحش وما احسش بنشوه المكسب غير لما الحكم يصفر ويبقى الدنيا انتهت. هنا بقى بدات ان انا اديهم نقطه في 2 في 3، بدات ان انا يحصل فيه ارتباك، بدات ابص حواليا، بدا يحصل فيه رونج بوزيشن في الملعب، بدات اللعيبه تحس بقى ان هي منهكه ومتعبه، انا مش قادر اخلص من اول كوره، انا ما العبش رولي معاهم، انا ما دخلهمش تاني في الجيم، انا كنت خلصت على ملكه دلوقتي في الشوط الثالث والشوط الثاني، مسكت عندهم مركز 2، مسكت مركز 3، خلاص انا بلعب ومسيطر على الامور تماما، وفرق 4-5 بونت يا كابتن، ما ينفعش ان انا ادخلهم تاني معايا في اللعب، اخليهم بقى ياخدوا بلوك في الثاني في الثالث مع رونج بوزيشن، مع ان انا ارسال في الشبكه ضايع. الشوط الخامس انا عامل اخطاء كتير جدا، كابتن ابراهيم بيبص، انا بصراحه الراجل النهارده عمل كل اللي عليه، انا داخل بفرقه منهكه تعبانه، احنا يعني عملنا اعداد ليهم قوي جدا، بس برضو انت لاعب امبارح نهائي يعتبر، لاني انا النهارده اشوف الفرقه، لا الفرقه ما كانتش في المستوى اللي هي كانت بتقدمه امبارح، انا النهارده المحترفه بتاعتي. بس اقول لك يا كابتن، لغايه الرابع ويمكن في لو وصلنا نقطة 20 او نقطه 19، لا انا كنت شايف ان ادائنا كويس، يعني كنت هتوصل 3-1. اخر 5-6 نقاط في الشوط الرابع، يعني لغايه الرابع احنا ماشيين كويس جدا، يعني الاول خسرته، الاول كسبته، الثاني خسرته، الثالث كسبه كويس، رابع رايح مريح كمان، يعني انت طالع فرق 4-5 نقاط او 3 نقاط كمان، صحيح معدي، فلغايه الرابع احنا ادائنا كان كويس، ولكن ان انت احتفلت او حسيت ان خلاص الماتش خلص،
هو ده اللي خلى نادي الزمالك يرجع في الوقت ان انت منهك. صحيح، انت بتقول يا رب اوصل لخط النهايه بالظبط وخلاص وعايز اخلص وامشي. هي دي يعني النقطه، وبانت في كوره كانت رالي يا كابتن، احنا بنلف وبنحتفل والكوره لسه بتعدلنا تاني. نعم، دي هنا حصل من هنا الارتباك. انا بصراحه يعني يعني بشكر الجهاز الفني طبعا ان هو عمل ماتش عالمي. لا، ونشكر اللاعبات برضه. خلي بالك كابتن، موسم النهارده 3 بطولات، سوبر مصري وكاس مصر والدوري. لا يعني عاملين موسم كويس جدا. وكمان ماتش نهائي افريقيا انت بتخسره في الشوط الخامس 15-3. لا احنا برضه نشكر الجهاز الفني ونشكر اللاعبات ونشكر جمهور النادي الاهلي اللي راح. صحيح، كان وساند الفرقه. وطبعا اكيد وشفنا الاجهزه الفنيه كابتن هيثم كلها، يعني احنا رئيس جهاز السباحه اللي هو وائل ووائل عزت، وشفنا الحاج محمد يوسف، وشفنا كابتن اسامه حسني. يعني احنا شايفين كل الالعاب بتساند، هي دي عيله الاهلي دايما بالزبط. في ظهر النادي الاهلي. ولكن احنا كنا نتمنى ان احنا نكون احنا اللي لينا اليد العليا، كنا نتمنى ان احنا نوصل اول كاس عالم، لانه زي ما حضرتك عارف ان ده اول كاس عالم نشارك ان شاء الله جايات كتير وقدر الله وما شاء فعل. ولكن الحمد لله درس ونقدر نتعلم منه. هي الحياه يعني احنا ما ينفعش ان احنا نفضل نكسب على طول، الرياضه دايما هي مكسب وخساره، ولكن بالنسبه لنا احنا دايما بنتعلم من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، واظن ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. كابتن يسرى، شايفه يعني انت تابعت البطوله، شايفه مين عندنا كان مميز من اللاعبات؟ يعني مين كان عندنا شايفه انه ممكن يترشح لجوائز فرديه في اخر البطوله؟ طبعا كان عندنا دعاء محمد صناعه العاب الفريق الاساسيه. النهارده نادي الزمالك بيلعب مكتمل الصفوف، احنا بنلعب بسهيله، سهيله بصيره بلاي ميكر كويسه، بس هي كانت في امريكا فما اتمرنتش كتير. لا، مع الفرقه من اصابه كمان. ايوه طبعا، وتم كابتن ابراهيم كان بيعتمد على دعاء بشكل اساسي. نعم. البنات عارفين ارتفاع رفعتها قد ايه، هي عارفه تريح اللعيبه ازاي. فسهيله على قد ما هي يعني ما اتمرنتش مع الفرقه بالطريقه الكافيه او خرجت من اصابه، فهي قدرت تقضي يعني على قد ما تقدر. نعم. لكن الفريق النهارده افتقد دعاء محمد. طبعا دعاء محمد لو كانت لعبت المباراة السيمي فاينال والفاينال كانت خدت أحسن لاعبة، أحسن صانعة ألعاب. طبعا النهاردة ممكن دعاء الغباشي أعتقد أنها مميزة جدا، ممكن ندى أحسن دفاع. نعم. بس برضو بتنافسها بقوة جدا. أيسل النهاردة أدت مباراة أكثر من رائعة الحقيقة يعني. نعم. فتيتيانا طبعا قوة هجومية كبيرة جدا، بس برضو احنا الناحية الثانية يعني احنا عارفين ان الفريق اللي بيكسب بياخد المركز الاول بيبقى فيه اكتر عدد من اللاعبات هما اللي بيحصلوا على الجوائز. فعندك مريم متولي، داليا المرشدي، من المتوقع ايسل طبعا بلاي ميكر فريق نادي الزمالك كانت هايلة النهارده، بتشغل السريع دانا شوقي، بتشغل السريع كويس، بتشغل اربعة كويس، ومايا ممدوح. الحقيقة نقدر نقول ان احنا يعني اهلي كان بيلعب اهلي، يعني هما اللي عندهم في الملعب، الستة اللي عندهم في الملعب ينقصهم الليبرو بس، ده كانت فرقتك اهلي وسيد. نعم. بس احنا يعني ارجع واقول انت الحمد لله بنيت فرقتك بشكل جيد حتى بعد رحيل اللاعبات. ومش كده بس، انت النهارده 3 بطولات ومن نادي الزمالك، يعني انت النهارده واخد السوبر. خلينا بس ما نخليش يعني خساره بطوله او خساره مباراه تنسينا الفرقه دي عملت ايه. الفرقه دي خدت سوبر مصري، خدت الدوري، خدت الكاس بشكل جميل جدا. فالنهارده يعني كنا نتمنى الرباعيه زي فرقه زي فرقه الرجال، ولكن دي الرياضه. الخساره انت اكيد كان عندك يعني حاجه عملتها غلط، يعني خسرت نتيجه. بس انا كتقييم انا لغايه الشوط الرابع، نهايه الشوط الرابع انت التوب. التحول جه من اول النقطه 20 احنا أو كنا 19. كنا يا كابتن هيثم 14 12 18 14 19 15 هي دي. وصلنا ل 20 16 هي دي بقى. 21 18 وبعدين وقفنا بالظبط من النقطه 21 دي، هنا حصل تحول كبير. انا كان لازم اكمل زي ما انا مكمل بالزبط. خاصه ان خلاص اللي بيبقى لاج ب5 نقاط مثلا. صحيح. بيكون الدنيا خلاص بيبقى معنويات لو ده ضغطت عليه بالارسال بالظبط، يعني خليها نقطه نقطه تمشي نقطه. ولكن حصل توهان، حصل حاجه، فده درس. ولكن ده ما يخلناش ابدا ننسى كابتن يسرى الفرقه دي عملت ايه، ما يخلناش ننسى دعم مجلس اداره لهذا الفريق. طبعا على فكره فتيات الذهب زي ما بيطلقوا عليهم، يعني هم يستاهلوا اللقب ده ليه؟ خلي بالك انت ليكي تاريخ كبير يا كابتن، يعني احنا يعني فهمتي بعض السنوات. قولي لك الاول انت كام دوري يا كابتن؟ يا كتير. لا قولي لي. طب قولي لي كتير هتكبرني يا كابتن. لا 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 بالعكس. لا بس كام دوري تقريبا يا كابتن؟ يعني انا كابتن وجيه حمدي صعدني الفريق الاول سنه 95، كان عندي 13 سنه ولحد 2008 لحد ما اعتزلت الكره الطايره كل الدوري وكل الكاس تقريبا، وخدت كذا. خدنا اول بطوله دوري ابطال افريقيا كانت في صاله النادي الاهلي سنه 98، دي اول مره يحصل فيها النادي الاهلي. كان طبعا معايا العظيمه كابتن تاني توسن وكابتن منى عبد الكريم. ورحتي الشمس برضو لعبتي موسم هناك او موسمين. ما تفكرش بقى جماهير الاهلي.
دلوقتي. لا لا لا, لا بس انت انت رحتي مش عشان يعني, انت رحتي بعد ما بطلتي يعني بسنه او اتنين, بست سنين, وكان بست سنين, فرحتي من باب ان انت تشاركي يعني, بس عملتي موسمين كانوا كويسين جدا مع نادي الشمس على ما اتذكر. الحمد لله. فانت ساهمتي بشكل كبير مع تاريخ فتيات الذهب. عمرنا ما هننسى التاريخ, وعمرنا ما هننسى الحاضر واللي عملته فتيات الذهب. مباراه وخسرناها وبطوله خسرناها, اكيد الهزيمه حاجه مؤلمه, ولكن ده عمرنا ما هيخلينا نقصوا على هذا الفريق. الفريق ده زي ما بنقول على فريق الرجال, خد 4 بطولات في موسم واحد. الفريق ده في بعض المواسم خد 5 بطولات, كان في كمان البطوله العربيه, بياخد بطوله افريقيا انديه ابطال الدوري وكاس والدوري وبطوله كاس الكؤوس الافريقيه, وكانوا 5 بطولات. نعم. فالفريق ده ياما متعنا وياما استمتعنا بيه, ولسه القادم ان شاء الله السنوات الجديده اللي جايه نبقى افضل, ونشوف ايه غلطاتنا وايه اللي ناقص الفريق, ونحاول نزود. مجلس الاداره ما بيتاخرش خالص عن طلبات كابتن ابراهيم. ان شاء الله كابتن ابراهيم هيدرس ايه اللي ناقص عنده, ايه النقصات, وهيحاول يدعم بيها الفريق. خليني بس يعني اوجه رساله كده يعني مني انا يعني كاحد الجماهير, مش هتكلم ان انا يعني هيثم السعيد, لا هتكلم كواحد من المدرجات. اولا عمر ما هزيمه زي دي, طبعا هزيمه مؤلمه والخساره مؤلمه, ولكن كنا نتمنى طبعا ناخد بطوله افريقيا ونتاهل لبطوله العالم, ولكن ده عمرنا ما يخلينا ننسى ابدا رجوله اللاعبات في الملعب. وكل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي, وكل الشكر والتقدير لجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود النهارده واللي تابع عبر شاشات قناه النادي الاهلي مباراته وايد الفريق وساعده. كل الشكر والتقدير للجهاز الفني الحقيقه في موسم طويل لم يدخر جهدا ابدا ابدا على يعني الدفع بالفريق وتغيير وتجهيز اكبر عدد من اللاعبات. كل الشكر للاعبات الحقيقه اللي لعبوا لاخر نقطه, قد توفق وقد لا توفق. انا امتى ازعل لو حسيت ان اللاعبات ما ادوش اللي عليهم او الجهاز الفني؟ احنا بنخطئ كلنا, وعادي جدا ان احنا نخطئ في الملعب, ولكن ممكن تخطئ وتفوز. النهارده انت خسران الشوط الرابع 15-13, فالنهارده انت بتادي لاخر ثانيه في الملعب. كل الشكر والتقدير للنشاط الرياضي الحقيقه اللي النهارده يعني وفر برضه وسعى انه يدعم اللاعبات ويجري ويتعاقد وبصفقات جديده لهذا الفريق. احنا يعني خساره بطوله مش هتخلينا ابدا نبطل نفخر بهذا الفريق وبتاريخهم اللي الحقيقه معانا كابتن كبير, كابتن يسرى موجوده معانا في الاستوديو وشاركت بشكل كبير في تاريخ كبير لفتيات الذهب. كل الشكر والتقدير طبعا لهذا الفريق, وعمرنا ما هننسى ال3 بطولات اللي خدوها. ان شاء الله لسه اللي جاي كتير, لسه اللي جاي, ولسه هنشارك في افريقيا مره واثنين وثلاثه. احنا عندنا 10 ألقاب في افريقيا. نادي الزمالك طبعا النهارده بيحصل على لقبه الثاني, فالنهارده ده برضه عمرنا ما هننسى ولا هنزعل من هذا الفريق. ولكن كان نفسنا نفرح, كان نفسنا نفرح, كان نفسنا ناخد البطوله ونحتفل كلنا, كان نفسنا نحتفل كلنا, ولكن هي دي الرياضه, ولازم يعني ندعم هذا الفريق. والناس والبنات ما قصرتش ومحدش قصر, لازم ندعم هذا الفريق, وهي دي الرياضه, وهي دي الروح الرياضيه اللي دايما بيتميزها. انا عايز اقول حاجه عن النادي الاهلي النهارده, البيان اللي طلع من النادي الاهلي بتهنئه نادي الاتحاد الاسكندريه على حصوله بالكاس. يعني النادي الاهلي بيقدر دور الرياضه وبيقدر الروح الرياضيه, فاحنا ما عندناش يعني 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 اي مشكله خالص مع هذا الفريق, ونتمنى له كل التوفيق, وهنفضل ندعمه, وبطالب جماهير النادي الاهلي ان تدعمهم نفسيا. المهم الدعم النفسي الفتره الجايه, لان اكيد زي ما هي قاسيه علينا الهزيمه, هي قاسيه اضعاف اضعاف على الفريق والجهاز الفني, اضعاف اضعاف. صدقوني الواحد كان بيلعب وكان فاكر الشعور وانت خارج راجع مثلا خساره مباراه او بطوله, بيبقى الموضوع قاسي جدا. فلازم ندعم هذا الفريق, ولازم نربط على ايديهم ان شاء الله لسه مواسم قادمه جايه. كابتن محمد, اجي لك. يمكن دور مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب في دعم هذا الفريق بعد رحيل يعني 4 أو 5 لاعبات منه, ونجحنا الموسم الماضي ان احنا ناخد بطوله الدوري, كاس يمكن لم نوفق, والسنه دي ب3 بطولات من المنافس, يعني مش 3 بطولات من منافسين اخرين, من نفس المنافس هو نادي الزمالك, لم توفق بطوله افريقيا. ولكن دعم مجلس الاداره الحقيقه كان ايمان, وكان يعني زي ما بيقولوا تحدي. شايف المحور ده ازاي؟ شايف محور مجلس دعم مجلس اداره الفريق, كان الحقيقه رحل منه نجوم كتير, شايف المحور ده كانت نقطه تحول في تاريخ هذا الفريق؟ والله ظهور كابتن الخطيب دايما بيبقى في الاوقات الصعبه. لا. يعني هو ده انا شايفه بصراحه اكبر دعم لاي فريق موجود داخل النادي الاهلي. كابتن الخطيب مش رجل اللقطه زي ما بيقولوا, هو دايما رجل يبقى موجود في الوقت الصعب. شفناه في الطايره الرجال لما كان عندهم وقت صعب, كان دايما واقف ورا الفريق. نعم. بيدعمهم. مجلس الاداره كله بصراحه بيجدد الثقه في اللعيبه كلها. انا ما عنديش خلاص, انا حصل اخفاق في سنه, حصل باد لك في سنه, بيقدر ان هو
بيدي للفرقه دفعه وبيعلي المعنويات بتاعتهم جدا. يعني انا اثق تماما ان هو هيجتمع باللاعبات وهيشد من ازرهم، هيقول لهم ان انتوا اديتوا ماتش قوي جدا ما قصرتوش، احنا 5 جيم يا كابتن، الشوط الخامس ده دايما بيبقى يعني خلاص انت لا. انت مش عارف هيروح ملوش حسابات، ملوش حسابات زي كده بالظبط. البلنتيات في الكوره انت خلاص انت خلصت ورايح بتلعب ضربات جزاء، فضربات حظ انه عمره قصير 15 نقطه صحيح ما تلحقش تعوض، خلاص انت غلطت غلطه 2-3 بتلاقي نفسك بتلف الملعب بتبدا ان انت تفقد التركيز، انت خلاص بخطوه 2 انت بتوصل للكاس ومع ذلك انت 15-13 يعني، انت الاخر نقطه، انت بتلعب ولكن يعني كان التركيز طبعا. بص تيتيانا بتشاور 3 يعني واخده 3 بطولات صحيح. وده يعني انا 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 بيعجبني كده اللعيب حتى يعني تيتيانا عندها ثقه يعني رافعه راسها يعني صحيح. انا لم نوفق بس بتشاور على نفسها وبتقول انا 3 بطولات واخدين 3 بطولات احنا النادي الاهلي، فالنهارده احنا مقدرين ده وعارفين. اللاعبات عملوا جيم كويس، شايف ان كابتن محمود هيكون داعم للفريق ده بقوه، هيشوف ايه المراكز اللي ناقصانا وهيبدا ان هو يدعمها يعني، او نصعد من الناشئين. احنا عندنا في قطاع الناشئات بنات كويسين جدا نستفاد يعني. اكيد كابتن ابراهيم ضم كذا بنت منهم بيتمرنوا زي مع مين كابتن يوسف؟ زي عندنا فرح الحناوي، فريده زرقاء، ملك علاء، ندى سامي، في كذا بنت مستواهم كابتن مراكز ابراهيم مختلفة كابتن. في مراكز مختلفه من صناعه العاب، مركز 3، مركز 4، عندنا بنات يعني على ان شاء الله مع التدريب مع المستمر مع الدرجه الاولى هياخدوا خبره كبيره جدا وهياخدوا جرعه تدريبيه احسن من اللي بياخدوها تحت بكثير، فان شاء الله اتوقع ان انا اشوف هم شاركوا بالفعل في الدوري السنه دي يا كابتن هيثم، شاركوا يعني هو ادى مساحه للاعبات الصغيرات دي ان هم يشتركوا مع الفرقه الكبيره، الاحتكاك ده طبعا بيولد الخبرات عندنا، ان احنا يعني كسبنا السنه دي في المواجهات بتاعتنا احنا كسبانين 3 مرات في مرتين هم ليهم اللي هي كانت مره في الدوري والنهارده، لان احنا طبعا في الكاس احنا كنا بنقابل فريق وادي دجله على ما اظن في الكاس لان هو كان كسب صح كده، فيعني لا احنا الدوري والسوبر وكله لعبنا الزمالك بس هم كانوا خرجوا من الكاس، كانوا لعبوا ثالث ورابع في ماتش الكاس خسروا من الشمس نعم. من الشمس صح احنا كان النهائي مع الشمس، ف لا انا شايف ان الدعم هيكون ليهم السنه الجايه، هنبدا نقوي في المراكز بتاعتنا، احنا النهارده داخلين الماتش من غير دعاء محمد كان حصل مشكله ولفت ركبتها برده فدي بتبقى صعبه جدا، فان هي عشان تشارك النهارده هيكون صعب، ودي كانت رؤيه برده كابتن ابراهيم ان هو يخلي معاه 3 معدين او 3 بصيرات يعني دي برضو رؤيه ان هو مش داخل ب2 بس ويفاجئ ان هو، فكابتن ابراهيم دايما ما كانش بيسيب حاجه للظروف ودي احنا يعني حاجه شفناها. تحصل للجهاز الفني نعم صحيح. هو قدر يخش ب3 بصيرات لانه وحصل ان هو ليها اصابه ولكن احسن يعني لعيبه بتهيألي تيتيان خالد بتهيألي ده كاس احسن لعيبه بتهيألي تستحق لان هي القوه الضربه للنادي الاهلي نعم ومعاها برضو مي غزال النهارده شفناها كانت متالقه لعلمك هي ماسكه دموعها بالعافيه يعني انا حاسس بيها هم يا كابتن هيثم بيطلعوا في كل مركز يعني مثلا مركز 4 بيبقى فيه 2 لعيبه احسن مركز ممكن ولا احسن ضريبات مركز 4 احسن ضريبه مركز 4 بتهيألي ملكه خدت وتاتيانا الجمهور بيحييها طبعا و انا شايف هو دايما بيبقى اول واحد بياخد دايما ده هو بيبقى رقم 1 غالبا متولي طالعه تاخد جايزه بتهيألي من نادي زمالك انا يعني مش شايفين هتاخد احسن لعيبه في البطوله لا دي ملكه سلم عليها هتاخد هي هم الاثنين خدوا احسن 4 هو بياخدوا 2 لعيبات يا كل مركز فيه 2 لعيبات بيختاروا 2 لعيبه لكن الاوبوزيت بيختاروا 1 بس هو اكنها فرقه في الملعب بياخدوا احسن فريق زي احسن فريق الليبرو 1 بس لان هو المركز ده منه 2 في الملعب لازم اخد 2 لعيبه صحيح تمام طبعا احسن سنتر بلوك في الانابيب الكيني البنت دي بطله كبيره جدا جالها رباط صليبي في ركبها الاثنين ورجعت تتعافى طويله, يعني طويلة يعني وبطله وقويه ونجمه قوية منتخب كينيا طبعا تريزا دي ممكن تبقى واخده سنتر بلوك طيب ومين بعد كده او اخر بص تيتيانا يعني بروح رياضيه بتهنيها وملكه راحت هنت تيتيان بالجائزه اي خالد ممتازه اي خالد ممتازه كده ممكن تبقى واخده جايزه ايه يا كابتن سنتر بلوك احسن 3 في ايوه تمام احسن 3 بس السنتر بلوك هتبقى جايزه واحده مش لا اثنين هي البنت بتاعت خدنا تمام في الانابيب الكيني وادي صحيح نسيت الانابيب الكيني يبقى كده هي ادت مباريات قويه جدا طيب ولسه ده هم كده بيختاروا كده احنا عندنا لسه احسن معد واحسن اوبوزيت واحسن ليبرو لسه واحسن لاعب شامل الام في بي
هو مش لازم كابتن هيثم يبقى احسن لاعب ده يكون اكتر واحد محرز نقاط، بيبقى اكتر واحد مفيد لفرقته. يعني في قبل كده ليبرو منتخب بولندا خد MVP في الدوري العالمي. نعم. كان ساهم بشكل كبير جدا في ان هم يكسبوا المباراه. نعم. خلينا نشوف برضو استكمال الجوائز زي ما حضراتكم شايفين، ده مراسم طبعا التتويج من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، واحنا طبعا كقناه النادي الاهلي يعني بنذيع طبعا مراسم التتويج لان دي بطوله على ملعبنا، ولازم نكون يعني اول من ينقل مراسم التتويج. النهارده بنشوف بقيه تسليم الجوائز زي ما حضراتكم شايفين التنظيم، يعني اللاعبات واقفين في ناحيه والمنصات التتويج، وفي الناحيه العكسيه يقف الصحفيين والصحافه والميديا والمصورين عشان التنظيم ما يبقاش فيه هرجله في الملعب. فالشكل الحقيقه شايف يا كابتن يعني الملعب فاضي يا كابتن، يعني احنا خلاص يعني احنا دلوقتي وصلنا ليفل حته ثانيه، يعني تنظيم رائع بصراحه، مفيش فوضى في الملعب، كل ما الموجود في الملعب ده هتلاقيه ليه تايتل، ليه وظيفه موجود بيها في ارض الملعب، مش وخلاص والملعب فاضي عشان يعني يبقى فيه مراسم التتويج تسليم الجوائز. بس انا شايف فيه يعني في استكمال دي بتهيالي من البنك التجاري احسن احسن ما توقعتهاش انت، مش كده يا كابتن يسرى؟ انا كنت متهيألي دي موعدة البصيرة يا كابتن مش كده؟ عادة بياخدوا من الثلاث فرق الأوائل، ولكن طبعا عشان أفريقيا فاحنا بيدوا للفريق الرابع. بس أكيد برضو عملت ماتشات كويسة أكيد طبعًا. يعني برضو مش هتاخدها إلا إذا كانت مقربة من الأول والثاني أو اللي أخدوا أو أول وثاني وثالث ورابع. صحيح، هو هم طبعا بيوزعوا، ولكن احنا كان عندنا دعاء محمد يعني كانت مميزة بصراحة، كانت يعني كانت تستحق لو كانت لعبت طبعا الماتش امبارح. دانا شوقي دي أحسن معدة، مش هم بس لا بس كده المعد بيبقى واحد بس يا كابتن، هو المفروض يبقى دي ممكن يبقى تكون واحد. بقى اوبزيت بقى ممكن دانا بتلعب اوبزيت يا كابتن؟ لا ده احسن معدة، دانا احسن معدة يبقى ليها اوبزيت. الله ينور عليك، ممكن تكون من البنك التجاري اوبزيت، هي طبعا ملهاش رقم فهو دي اللي قبليها كانت اوبزيت، هي دي ناقص احسن ليفل كده. المنافسه بين ندى وايسل، اتمناها ندى وليد تاخد ندى وليد. انا شفت يعني ندى نازله من على منصه تتويج النادي الاهلي، فغالبا ممكن تبقى ندى وليد، اتمنى يعني انا مش اتمنى ايه ان انا ندى وليد ندا. انا شفت يعني تيشيرت ازرق بيتحرك فندى وليد احسن معده يعني في هذه البطوله، احسن ليبرو، فهي طبعا يعني تستحقها بصراحه. يبان هنا بقى التمييز يا كابتن، يبان ان انت عندك انت الثاني وخسرت المباراه، ولكن انت عندك ثلاث لاعبين موجودين من فرقتك احسن لاعبات موجوده في البطوله. صحيح. فده بيديك مؤشر ان انت اصلا انت كنت الاحسن، انت الاقوى، ولكن هو عدم التوفيق في الاخر في اخر نقاط في الشوط الخامس هو يعني للاسف. هي مريم متولي بقى دلوقتي وعايز اشد تقريبا مريم متولي احسن لعيبه مريم متولي يعني انا شايف اعتقد انا لسه شايف خدت احسن لاعب شامل. وخلينا نقول ان كان ليها دور في نقطه التحول في الشوط الرابع والخامس بصراحه، هي كان ليها دور في التحول. بنتنا مريم بنت النادي الاهلي طبعا، بس يعني بس الاحتراف بقى وال اختيارها ان شاء الله ترجع. هي طبعا عملت ماتش مميز جدا امبارح، لا كل وعملت ماتش مميز النهارده، كل يعني لاعب او كل شخص مسؤول عن اختياراته. اللي عايز اقوله تاني انه النهارده يعني عندك لاعبات مميزات جدا، وعايز اقول ان تيتيانا يعني بالرغم الحمل البدني الرهيب اللي عليها بس سدد بدنيا بشكل كبير امبارح والنهارده. طبعا بالنسبه للسن احنا لو بصينا لسن تيتيانا، لو لقينا اي واحده في مصر مش هتقدر تادي الاداء ده وهي زيها، فهي قوه بدنيه قويه جدا، حتى بين الاشواط لما بنيجي نبدل او اي حاجه تلاقي تيتيانا واقفه، يعني حتى ما بتروحش تقعد على البنش تستريح او تاخد نفسها وكده. احنا لو السكور شيت موجود هنلاقيها اكتر لاعيبه، هي مشاركه سواء حصد في النقاط او في الارسالات او في الاستقبال والديفنس، يعني هي عملت النهارده صراحة مجهود جبار جدا، يعني صراحة أحسن محترفة دخلت النادي الأهلي، يعني تسلم اللي تعاقد معها بصراحة، يعني هي الاختيار. أنا مش عايز أقول لك إن هي من أفضل المحترفات بتهيألي اللي جت مصر في التاريخ صحيح في كرة الطائرة، يعني ملكة كانت السنة اللي فاتت أقول إن هي أفضل واحدة جت، ولكن دي بعد ما جت بأمانة غطت على الكل بصراحة. صحيح يعني وده برضو يدي أنا عايز أقول لحضرتك إن هي الموسم خلص، وأنا بقرا على صفحات طبعا السوشيال ميديا صفحات النادي الأهلي والمهتمة طبعا بألعاب الصلاة بيطالبوا بالتجديد من دلوقتي، إن هي يجدد معاها، هي يعني بصراحة لعيبة مميزة ودخلت قلب الجماهير بحماسها وأشقاها للنادي الأهلي، فالنهارده يعني أكيد النادي الأهلي مش هيتأخر أبدا
في ان هو يعني يحافظ على اي حد هيفيد النادي الاهلي، وهو ده الفرق. يعني النادي الاهلي لما بيجيب اجنبي او محترف، يعني النهارده الناس سعيده جدا، سعاده غير طبيعيه لما علي معلول لبس شرط قياده الفريق صحيح. في ماتش الجونه، بالرغم انه لعيب اجنبي يعني، هو بس علي معلول ناقص له الباسبور المصري وخلاص ويبقى معانا ناقص له الباسبور المصري كده ويبقى تمام. بس هو يعني ودي تحسب لكابتن الفريق كابتن محمد الشناوي يعني، لما اتكلم وقال ان انا لازم ندي الاشاره ليه تكريم لمجهوده مسيرته مع الفريق، مسيرته مع الفريق على البطولات اللي شارك فيها. اول اجنبي، انا ما افتكرش ان في اجانب يعني خدوا الشاره في حياتي، انا مش فاكر طبعًا. يعني انا ما عنديش ريكورد طبعا، بس انا بالعين المجرده كده مش صحيح. فاكر في جيلبرتو جي وفي فلافيو وفي ناس وفي اجانب قعدوا كتير صحيح. ولكن ده صنع فرق، صنع تاريخ. كان ليه دايما كلمه، وكان بيبقى كلمه السر في ماتشات كتير جدا. بس اقول لك الحاجه بتبقى غريبه، ان علي معلول يعني مش راس حربه، مش جناح، مش صانع العاب، يعني هو في الاول والاخر مدافع. يعني قصدي اقول لك ان هو يعني دوره الاكثر دفاعيا صحيح. ولكن النهارده علي معلول بـ 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 برحله الاسيستات بتاعته، بالاجوان اللي جابها، بـ 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 برجولته في الملعب، عمل تاريخ ما عملوش لعيبه لعبوا في الحتة اللي يعني ايه النص الهجومي. النص الهجومي اللي قدام. هو شرب من ميه النيل بقى زي ما احنا بنقول، وجي داب في وسط النادي الاهلي وتشبع بثقافه النادي الاهلي وبشخصيه النادي الاهلي، فظهر بصراحه ان هو ويكون بيعتمدوا عليه اساسي في المنتخب بتاعه طبعا. من احنا ما شفناش لعيب كوره يفضل الوقت ده كله مشارك ما شاء الله ومحافظ على بص يا كابتن اقول لك على حاجه، انا مره كنت رايح مع ابني احد الجيمات بيتمرن بيها في التجمع، والله يا كابتن ده حصل، وانا بخش اقعد في حته كده وابني بيتمرن، يعني هو ابني صغير لسه ما شاء الله، لقيت علي معلول داخل. والله العظيم كان بيتمرن هناك لعيبه كتير في العاب تانية، لقيت علي معلول كان كام ده الساعه 9 الصبح، وكان فرقه الكره عندها راحه. دخلت لقيت علي معلول جاي جاري ما بيضحكش، دخل على المدرب، انا قعدت اتفرج عليه وهو بيتمرن، هو مش شايف ان انا بتفرج عليه، ويمكن هو نفسه ما شافنيش، ما خدش باله مين اللي قاعد يعني. بس انا كنت قاعد في زاويه كده، والله العظيم يا كابتن يسرى حياة ربنا، لو عيل صغير لسه عايز حد يكتشفه، يعني انا النهارده لعيب صغير وعايز حد يكتشفني بموت نفسي صح طبعًا. لا ده علي معلول بيتمرن كانه لعيب صغير. انا بقول يا ربي هو بيهين نفسه كده ليه؟ لا والمدرب يقول له مش عارف ايه، يروح رامي نفسه، مش عارف ايه، يروح قايم جري يعملها، يمسك له الساعه يقول له مش عارف ايه. فالنهارده اللي بيحصل في الملعب ده ليه شغل كبير جدا بره الملعب. طبعا للامانه تتقال يا كابتن هيثم، برضو احنا عندنا في الكره الطايره نموذجين لازم الواحد يتكلم عليهم. نعم. احمد صلاح وعبد الله عبد السلام طبعًا. اللي موقفهم على رجليهم لحد دلوقتي الشغل البدني اللي هو مع الفرقه، والبدني الخارج الفرقه، بيشتغلوا كانهم ولاد صغيرين، جايبين لهم برضو برايفت ترينر بيمرنهم صحيح. بيهتموا باكلهم، ويعني قدامهم لسه سنين طويله، ربنا يخليهم لينا ويخليهم لجمهور الاهلي. لا عايز اقول لك كلامك مليون في الميه صح، خاصه لما اللعيب مش بس يبقى هم الولاد ما شاء الله عندهم فكر احترافي، يعني بيفكروا زي محترفين بره صحيح. هو راجل الملعب هو الفيصل. من كام سنه والجماهير المنافسه تقول لك انت عندك لعيبه كبار، انت عندك لعيبه كبار، والرد بيكون فين؟ في الملعب. ده الجميل بقى يا كابتن، هم كانوا دايما كبير. كانوا بيبقى فيه هجوم شديد جدا طبعا من الاطراف كتير اللي مش حابه ان يبقى موجود عندنا اسطوره زي احمد صلاح او عبد الله عبد السلام. كانوا دايما هم ما بيتكلموش، وعمرهم ما مشي ورا السوشيال ميديا، وعمرهم ما انساقوا ورا اي رساله سواء كانت حلوه او وحش، هم بيردوا في الملعب احنا موجودين، احنا بنجيب بطولات، احنا حتى لو حصل في اخفاق سنه او حصل باد لك في سنه، انا السنه اللي بعديها انا بكمل وبقفل اللعبه وبقفل الجيم. فبصراحه عايز اقول لك كمان يا كابتن ان هو مستر فرناندو مونزو مش هيجامل حد صح؟ اكيد ده طبعا، أكيد طبعا. لا لا لا. وهو كان موجود يعني كان قاعد مكان حضرتك كابتن يسرى، وكنا عاملين معاه لقاء في برنامج الابطال، والراجل سالته قلت له انت بيتقال على الفرقه ان فيها كبار هتعمل ايه يعني؟ والله رد عليا رد قال لي انا هاخد من كل واحد احسن حاجه اقدر اخدها. رد انا ما تصورتش انه هيقوله، كان ممكن يقول لك لا انا اللي هيأدي كويس ولا هيلعب، لا لا لا، هو قال لك يا باشا انا هاخد من اكتر لاعب اكتر حاجه ممكن اخدها. فالنهارده اكيد هو بيلاعب عبد الله وبيلاعب احمد صلاح مش مجامله، ولا انا غلطان؟ لا 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 لا، ده ارقام ارقام يا كابتن هيثم. انت ما شاء الله احمد صلاح النهارده ناهي الماتش
وهو الله اكبر اكنه في بدايه السيزون. انا واقف على رجليا، انا مش منهك طول السنه. نعم. انا خلاص، انا موجود، وانا اكتر مؤدي للنقاط. نعم. عبد الله عبد السلام النهارده. نعم. انا موجود، انا بلعب، انا بخش، انا بصنع الفرق. حتى لو حصل في دروب في الجيم، عبد الله بينزل ما شاء الله يصنع الفرق. نعم. سواء بارسالاته زي ما حضرتك ما شفت، سواء ببلوكاته، سواء برفعاته المميزه، اختياراته الجميله اللي يبدا يوزع بيها اللعب على اللعيب اربعه او اللعيبه الخلفيه. الموجه الثانيه دايما عند عبد الله مميزه جدا. بس عايز اقول برضو يا كابتن، خليني اقول ان زمن النادي الاهلي كبير، والنادي الاهلي طبعا مؤسسه كبيره، وقناه النادي الاهلي جزء من النادي الاهلي. النهارده احنا بطوله افريقيا احنا ما توجناش بيها، ومع ذلك احنا بنذيع مراسم التتويج لاي فريق كان هيكسب، بنذيع مراسم التتويج وبنتكلم وبكل روح رياضيه. وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده احنا يا كابتن معلش يعني احنا جزء طبعا لا يتجزا من النادي الاهلي بقيمه ومبادئه، بالرغم انه احنا لم نتوج بهذه البطوله، ولكن احنا هو على شاشه قناه النادي الاهلي في التتويج لاي فريق كان هيكسب بيها او احنا او غيرنا. فاحنا ده رساله ان النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، احنا دايما عند مبادئنا وقيمنا، ودايما حريصين ان دايما النادي الاهلي يظهر بالشكل اللي هو يبان النادي الاهلي دول يعني كبير، وما عندناش يعني اي مشكله. صح حضرتك شايفين النهارده دي الثقافه كابتن هيثم اللي احنا بنحطها وبنديها للرياضه المصريه عموما، ان احنا خلاص احنا ما وفقناش في البطوله، انا بقوم وبسلم على الخصم واقول له مبروك، وانا رافع راسي لان انا راجل برضه واخد ثلاث بطولات في موسم، انا موجود، انا هي البطولات دي اصلا هي بتاعتي، ولكن اللي حصل النتيجه خلاص احنا اللي حصل النتيجه واللي حصل فانا خلاص اقول له مبروك، واقول للعيبه بتاعتي هارد لك، شدوا حيلكم، انا عندي اللي جاي، عندنا ماتشات كتير، عندنا بطولات احنا هنخش نشارك فيها تاني، عندنا ان شاء الله كاس العالم تاني يجي السنه الجايه، عندنا بطوله افريقيا، انا لازم اخد البطولات كلها. وانت خلي بالك انا دايما كابتن هيثم لما بتشوف الماتشات الاهلي لما بيخسر بيبقى في حاجه ناقصه، الطعم ما بيبقاش يعني دايما احنا بنشوف دايما لما بتكسب الجماهير بتفرح والناس بتفرح، مصر كلها بتبقى فرحانه. بس خليني اقول لك برضو يا كابتن انه يعني كاس افريقيا بيتشال اهو يا كابتن هيثم. مبروك لنادي الزمالك. اللي عايز اقول لك يا كابتن، تتعوض بالنسبه للنادي الاهلي. احنا حقيقه من موقعنا هنا لازم نتكلم عن الماتش، ان هو كانت مباراه خططيه على اعلى مستوى بين الاثنين مدربين، يعني كان كل واحد بيحاول يلعب. طب خليني بس اقول حاجه يا كابتن يسرى، انه يعني الفريق، انا كلامي بكل امانه، يعني كنت ممكن ازعل قوي قوي لو الفريق ما اداش اللي عليه. يعني خلينا نتكلم، احنا رياضيين ولعبنا كلنا على مستوى عالي. انا ازعل النهارده وممكن ازعل واتحرج قوي، او ان انا انام زعلان لو حسيت ان اللاعبات ما عملوش الاداء. كان في تراخي او بذلوا مجهود. صحيح. وعمل عليهم، في اخطاء خسرنا بسببها، ولكن ما كانش في تقصير لا من الجهاز الفني خالص ولا من اللاعبين. فلازم دورنا ان احنا ندعم هذا الفريق. أنا عايز أقول لك كابتن أحمد فتحي من المميزين جدا في تدريب السيدات. ولكن هو النهارده بيواجه كابتن ابراهيم فخر الدين الخبره والتكتيك العالي اللي عنده. انا النهارده كابتن احمد فتحي كل ما يجي يقفل على كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم دايما بيخرج من النص صحيح ويفاجئه. انا النهارده لعبت في الشوط الثاني تيتيان، هو كابتن احمد فتحي حاول يقفله، هرب تيتيان ثاني ورجعها اربعات، فيبدا هو كان دايما الاثنين بيغيروا مع بعض، فدايما الاسبقيه كانت لينا. فيعني معلش 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 احنا كان نفسنا نفرح اكيد، وده الطبيعي والرياضه كده. وكان يوم ان شاء الله كنا نتمنى بالمكسب، وان شاء الله الجايات اكتر. كابتن يسرى عبقين طبعا نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر والتاريخ الكبير، الله يخليك يعني كابتن هيثم، شرف ليا وجودي معاكم في الاستوديو. طبعا كنت اتمنى الفوز، بس يعني الواحد بيسعى وكله بيبقى بتوفيق ربنا، والنتيجه يعني بيبقى الاخطاء اقل في الملعب، اللي مركز اكتر حاجات بسيطه جدا. انا بس من موقعي هنا عايز اشكر استاذ محمد الضماطي ومي عاطف على التنظيم الهايل لبطولتين افريقيا الولاد والبنات. النادي الاهلي يعني قدم قدام افريقيا كلها مصر في ابهى صوره يعني. نعم. فشكرا ليهم. اشكرك واشكرك على كلماتك الرقيقه كابتن محمد كتاب، بشكرك نورتني وشرفتني النهارده. الله يخليك. انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، بشكر النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي، والصراحه انا عايز اشكر الجنود المجهوله في قناه النادي الاهلي اللي ما خلوش مجهود وكانوا يعني في حاله دايما تاهب
سواء هنا في الاستوديو او في الملعب يا كابتن هيثم او في الملاعب، ان احنا كنا نذيع ماتشين مع بعض. حضرتك تعبت جدا الفتره اللي فاتت بتذيع ماتشين وثلاثه وبنتابع ماتشين وثلاثه، فبصراحه انا فخور ان انا اتبع منظومه النادي الاهلي، فخور ان انا من عيله النادي الاهلي، فخور ان انا الفتره اللي فاتت دي كلها كنت مع حضرتك، اتعلمنا من حضرتك كتير، وكان شرف لينا ان احنا نبقى موجودين في وسط الكباتن الكبار. ان شاء الله نلتقي باذن الله ويكون المكسب حليفنا دايما يا رب. نورتنا يا كابتن، ودي ترابيزه يعني موجوده جوه قناته، يبقى هي جزء لا يتجزا من النادي الاهلي. بشكرك كابتن محمد. الله يكرمك. شكرا. الحقيقه قبل ما اختم كلامي النهارده لازم اوجه كلامي لجمهور النادي الاهلي، اوعى تزعل اوعى تحزن. طبعا اكيد الخساره مؤلمه او الهزيمه مؤلمه، ولكن فرقتنا واخده 3 بطولات، السوبر المصري والدوري والكاس، من نفس المنافس. وخليني اقول ان النهارده محدش قصر، مجلس اداره دعم الفريق بشكل كبير جدا على مدار سنوات، وكمان النشاط الرياضي كان عند حسن الظن والمسؤوليه بالتعاقد مع لاعبين على او لاعبات على اعلى المستوى، صفقات لا تتوقف. النهارده ما كناش موفقين، غلطه او اتنين، ولكن افخر بفرقتك، ارفع راسك. هذا الفريق الحقيقه النهارده لعب 4 بطولات، فاز ب3. ان شاء الله لينا عوده ولينا بطولات افريقيا. احنا حامل لقب هادئ، مش حامل لقب، احنا اكتر نادي حصولا لهذه البطوله. احنا 10 القاب في تاريخنا، نادي الزمالك النهارده ده لقبه الثاني. فالنهارده لازم نرفع راسنا ولازم يعني نقف وندعم هذا الفريق. انا من هنا ومش هتردد ثانيه. انا زعلان، انا يعني متضايق، كان نفسي، ولكن انا بدعم الفريق ده. عارف الفريق ده عمل اللي عليه، عارف الجهاز الفني قد ايه تحملوا الضغوط والصعاب. لعبوا مباراه امبارح صعبه، والنهارده لعبوا ايضا مباراه صعبه. صدقوني لو كانت مؤلمه الخساره عندنا، ولكن على اللاعبين اللاعبات والجهاز الفني بتبقى مؤلمه اكتر منا بمراحل، لان هم عارفين قدر قيمه او قدر وقيمه تيشيرت النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فطبعا دايما انا بوجه كلامي لجماهير النادي الاهلي بدعم هذا الفريق. ان شاء الله بشكر حضراتكم شكرا جزيلا حسن المتابعه، وانتظرونا في جوله جديده من جوله استوديو الابطال.